مرحبا بكم في استوديو رقص. عسلامة فريموز، عسلامة ناس كل. مرحبا. نحاولوا نقدموا أكثر على التمارين بتاعنا واللي كلها مركزة على الخصر بتاع الرجل، يعني خصر الرجل اللي باش يقع فيه وضع استعمال أكسسوار يكون هو يعني لو سونتر، يعني مركز الرقصة، وهو مركز الرقص في تونس كما مركز الرقص في برشا رقصات عربية. قدمت عملت عمل كبير على الأنثروبولوجيا، على تاريخ الأحزاب في تونس من الفترة البوريقية والفترة اللوبية إلى اليوم. حبيت نفهم تطور الأحزاب هذه اللي كانت ترتديها المرأة ويرتديها الرجل، وهذا اللي خلاني اليوم اللي نمشي للخصر، يعني الأشياء هذه اللي فيها تغني بالجسد وبالجنسانية وبالجنسية هي أشياء يعني يرفضها المجتمع. إنك تكون راقص في الفضاء العام وخاصة في الفيرتوال سبيس على السوشيال ميديا كما أنا موجود اليوم يقلق الشيء هذا، لأنه بالنسبة لهم أنت راقص تتحمل مسؤولية الجسد متاعك وتحاول تكسبوز الجسد متاعك، تحاول تظهر للعموم وتظهر رقصتك للعموم، فهذا يقلقهم. تمثلت هذه الدورة في جولة عروض لأفلام قصيرة وأفلام دقيقة موجهة بالأساس للطفل، كان موضوعها الأساسي نبذ العنف وترسيخ قيم التسامح خاصة في الوسط المدرسي مرفوقة بورشات نقاش. إيمانا منا بالحق في الثقافة للجميع، اخترنا التواجد في المناطق الأقل حظا. شملت جولة العروض وورشات النقاش مراكز دفاع والإدماج الاجتماعي، المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية، المبيتات المدرسية. اليوم تفرجنا في السينما، جبنا برشا حاجات، تفرجنا على برشا حاجات عجبونا، تعلمنا برشا حاجات جديدة، تعلمنا فيه الرفق بالحيوانات، وتعلمنا فيه إنه ما نكونوش ما نستعملوش العنف اللفظي، تعلمنا العنف اللي في الأسرة ولازم نتجنبوه العنف في الأسرة. تم الاتصال بالشركاء، تم تقييم المرحلة الأولى، مدى استعدادنا لخوض المرحلة الثانية وهي مرحلة الإنجاز والتزويق وإعداد مساحة آمنة إن صح التعبير للتلاميذ لممارسة حقهم الثقافي في مؤسسة تربوية. تم اللول التنسيق مع المؤسسة التربوية، الأولياء والتلاميذ في حد ذاتهم. تم كذلك الاتفاق مع فريق العمل من أجل التنقل إلى المرحلة الميدانية. من بعد كذلك تم اقتناء المعدات الخاصة بالرسومات والتزويق والديكور إلى غير ذلك. الهدف من المرحلة هذه هو تشريك التلاميذ في مرحلة التنفيذ من أجل الإحساس بالانتماء لذلك الفضاء أو لتلك المساحة التي قمنا بتزويقها. هذه هي المرحلة الثانية شنو أو العديد من المراحل اللي تخللت المرحلة هذه. العملية تتم على 5 مراحل أساسية. المرحلة الأولى نقوم بالبحث أنا وزميلتي ويام لوهيبي على إنتاجية موسيقية جديدة
ثم نمر إلى المرحلة الثانية، قوموا فيها بالاتصال بالفنانين والحديث معهم والاستماع إلى أعمالهم الغير منشورة، ثم الاتفاق على الأعمال التي ستسجل. كذلك بعض الأحيان توفير يكون لازم توفير مكان للنوم للأتين من مدن بعيدة. ثم المرحلة الثالثة هي يوم تسجيل العرض الفني، قوموا فيه باستقبال الفنانين بداية، ثم تعرف شوية الحديث على الساحة الفنية، على المشاكل الفنية، على مشاكل الشخصية، ثم تدريب صوتي، ثم تدريب على الصعود على الركح، ثم قوموا بالتسجيل الصوت السوري عند غروب الشمس تحديدا. الحلقة الكاملة بيكون تقطع. المرحلة الرابعة اللي هي post production، ثم انتقلوا إلى المرحلة الخامسة والأخيرة، يعني التسويق معناها للفيديو اللي باش يتم تنزيله، ثم في يوم محدد يتم التنزيل الكامل على قناتنا يوتيوب ولا